سؤال يقول: إذا كان النصر لا بد له من جهاد، فكيف يكون المهدي سببا مفاجئا للنصر؟ وكيف تمتلئ الأرض جورا وظلما ثم يبعث المهدي وكأنه السحر يغير كل حاجة؟ يعني هو السؤال هذا مبرر. ليش؟ لأنه هناك ثقافات، سواء عند يعني عند السنة أو عند الشيعة، هناك ثقافات طبعا عند الشيعة مبالغ فيها جدا، لكنها موجودة حتى عند السنة، يعني أنه والله إحنا الحل هو أن ننتظر المهدي، خل الفساد ينتشر ينتشر ننتظر المهدي. هذا الفهم الخاطئ لبعض النصوص. أما عند الشيعة فكان هو الأصل أصلا، يعني هو يعني ليس فهما خاطئا، هو الأصل عند الشيعة أنه والله نحن ننتظر المهدي، حتى لولا أن غيرها حورها الخميني فأدخل نظرية ولاية الفقيه، ولا كان أصلا لا يجوز السعي لتكوين الدولة والنظام السياسي لأنه سيؤخر خروج المهدي. لكنه هذا الفكر ليس الأصل عند المسلمين عند السنة، لكنه هناك من العوام أو من الجهلة من يفكر به كذلك، أنه والله إحنا يعني الأمل هو المهدي، ويكثرون من الحديث على حديث الفتن والتأمل بالمستقبل، وخلاص إحنا ما عندنا أمل، ما في إلا ننتظر المهدي يطلع، والمهدي هذا فجأة كان منحرف وفاسد من ريش يصير فجأة صالح، ويجيبوا لكم القصص التي لا تتفق مع سنن الله سبحانه وتعالى. ما يعني بعض الروايات، في روايات صحيحة وحسنة في المهدي، وفي رواية ضعيفة، وفي رواية موضوعة أصلا. كل رواية الصحيحة تتفق مع سنة الله سبحانه وتعالى، تتفق مع أنه لن يطلع المهدي هذا فجأة ويكسر السنة الكونية ويخرب النواميس التي سنة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن للأمة أن تنتصر ويكون لها قائد عظيم إلا أن تكون مستحقة لهذا القائد العظيم. والمهدي لو يطلع عندنا يعني من عظماء الصحابة الآن ما في فائدة، لأن الأمة لا تستحق النصر ولا التمكين. لكن حينما يسعى الناس بالنضال بالجهاد بالأمر المعروف والنهي عن المنكر للتغيير، يستحقون أن يظهر بينهم، مو يظهر معناها يطلع من تحت الأرض ولا يطلع كذا كان غامض، شخصية غامضة ثم ينكشف. لا، هو أصلا يكون شخص يعني لديه مؤهلات القيادة، وقد عركه الزمن وتبين أنه يستحق، تبين عند الناس أنه يستحق القيادة، مو شخص خرافي هكذا يطلع بطريقة مفاجئة. فأحاديث المهدي تتفق مع السنن الكونية، حتى الحديث اللي يقول لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا، مو معناها أنه الظلم والعدوان موجود ثم فجأة ينقلب، لا، معناها أنه تحدث من الأحداث. تتبع بقية الحديث الواردة في هذا الموضوع تتمم الصورة، الوقت لا يسمح لي تناول كل الحديث. معناها أنه تتابع الأحداث والتفاعلات الاجتماعية بما يهيئ لخروج لتبوء هذا القائد المنصب أو الموقع الذي يستحقه بين الناس. هذا الرد على مسألة المهدي. وإذا عرض لكم أحد هذا الموضوع، موضوع المهدي أو أكثر الحديث عنه تعلقا بخرافة، إحنا سنخرج من هذه الأزمة بسحر أو بمعجزة بدون أن نأخذ بالأسباب، فردوا عليه هذا الرد، لأنه لا يمكن لشخصية قيادية عظيمة مهما كانت أن تكسر نواميس الله سبحانه وتعالى وسننه في المجتمع وفي الدول.